الرسالة الثالثة: هل أدينا الغاية التي خلقنا من أجلها؟ المسلمين الآن في الكرة الأرضية يعني فاتين مليار، كم عددهم في صلاة الصبح في المساجد؟ كم عدد من يخرج الزكاة من الأغنياء للمسلمين؟ كم عدد من يحكم بالعدل من القضاة ديال المسلمين؟ كم عدد من يسهر على الأمن بصدق من رجال الأمن المسلمين؟ كم عدد الأطباء الذي يصدقون في عملهم الأطباء المسلمين؟ اعطوني أي مهنة راه سبب الخراب ديال المسلمين والتخلف ديالهم، راه ماشي هو القلة، راه كثار تبارك الله. الخصوبة اللي عندنا ما كاين عند حتى شي قوم، راه ماشي هو سبب التخلف تاعنا وضوع في الموارد الطبيعية، راه أغلى الأراضي أراضي المسلمين، بترول، غاز، المعادن، الخضار، الأسماك، شيء من هذاك أصغر وعد في البلاد. إنما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدي التغيير بدأ برأسك أنت. دابا تحلم مع واحد بسيط في شيء إدارة مود في صغير، تحلم معاه عادي، اللي عطيته شي سلطة عادي يطلع أنت بعد كتطلع الصعوبات تزيد. لو أن كل واحد فينا يدير ذاك الشيء اللي واجب عليه للبلاد ديالو والدين ديالو والأمة ديالو، غتقعد له طبيب، المعلم، السائق، الحارس، تاجر، تخدموا رجال، نتقادوا كشعب، كلشي غيتقاد. لكن واحد دابا يغشك غير في جدري الفرحان، يشمتك غير في ربعه دري الفرحان. الامانه فين؟ الامانه الان فين هي الامانه؟ في المعاملات. فين الجرأة؟ فين الاخلاق؟ فين الصبر؟ فين اذا هل حق واش حققنا الغايه التي خلقنا من اجلها، اللي هي عباده الله؟ وما يسحبكش الله يرضي عليك، ما عندك تفهمني غلط، راه ماشي عباده الله هي تصلي، هذا جزء من العباده. ماشي عباده الله هو تمشي للحج كل عام، هذا جزء. ماشي العباده هي العمره، لا، صدقك في تجارتك عباده، وقوفك في الحدود لحراسه الثغور ديال البلد عباده، تعليمك لأبناء المسلمين في الجبال وفي القرى النائية بصدق، وتحلل رزقك في ذاك القسم وتعرق، يكون عندك الهم دا عدوك التلامد ما يضيعوش، عبادة. إماطة الأذى عن طريق عبادة، الأمر بالمعروف عبادة، الإحسان إلى الزوجة عبادة، تربية الأبناء عبادة. العبادة ماشي هي الصلاة، المعاملات. الدين راه فيه عقيدة وشريعة وسلوك، أربعة هاد العلاقات خص يكونوا عندك صحاح، أربعة. إلا عندك أربعة راه عندك كات، غادي يديرك إن شاء الله البر الأمان. أربعة هاد العلاقات يكون عندك صحاح، العلاقة مع الله، كل واحد فينا يشوف العلاقة ديالو مع الله. الله الذي أوجدك من لا شيء وأعطاك كل شيء. الله الذي أوجدك من العدم وأمدك بصنوف النعم. أقسم بالله، هل حققنا الغاية التي خلقنا من أجلها؟ راه ما تخلقناش باش نلعبوا، راه حنا ماشي بهيم نتكاثر ونتناسل ونتناكح وصافي، لا. الأمر ليس قبورا أرحاما تدفع وقبورا تبلع، لا، الأمر راه دين واستخلاف وعبادة وحقوق والتزامات وواجبات.